بيستأنف اليوم الخميس فريق فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر تدريباته في ليبيريا، وذلك بعد رحلة سفر طويلة امتدت لنحو 12 ساعة من القاهرة إلى ليبيريا استعدادا لمواجهة كانون اف سي في مباراة ذهاب دور 32 في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية واللي بتقام يوم 9 أكتوبر الجاري. أكد محمد عبد الكريم المدرب العام للفريق نادي فيوتشر أن النادي بيواجه أزمة قبل اللقاء الأفريقي المقبل أمام كانون السريلانو، وهو أن ملعب مباراة كانون أرضيته سيئة للغاية وهو من النجيل الصناعي. وتأكد كهزية محمد رضا بوبو لاعب وسط فيوتشر للمباراة القادمة بعد تعافيه من إصابته في الكدمة في السمانة اللي تعرض ليها خلال مشاركته في إياب دور التمهيدي الأول أمام بول الأوغندي واللي انتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف.